مدن الجبل الغربي مترامية الأطراف ومتباعدة، طبيعة جعلت من الطريق الوحيد لهذه المدن مسارا محفوفا بالمخاطر. ها هي مدينة الزنتان وتلك أولى علاماتها. وبخلاف معظم مدن الجبل فإن أهالي الزنتان أصر أكثرهم على البقاء في منازلهم رجالا ونساء، مع أن المدينة محاصرة منذ انطلاق ثورة الشعب الليبي في 17 من فبراير الماضي. 40,000 هو عدد ساكني هذه المدينة التي بدأت تصعب الحياة فيها مع تزايد نقص الوقود والغذاء، لكنه وضع يقول أهل المدينة إنهم تكيفوا عليه في سبيل الثورة. فممكن تدبر الغذاء لأن الناس عايشين على الكفاف ومتعودين أن يعيشوا على الكفاف، لكن التسليح مطلوب. عندنا الألاف قاعدين من غير أسلحة، وبإمكاننا لو توفرت الأسلحة المطلوبة وبالحد الأدنى نتمكنوا من تحرير الجبل، وإن شاء الله من تحرير مدينة طرابلس اللي نعتبرها سجن كبير. لا يشكو أهل الزنتان إلا من أنهم مغيبون أو هكذا يعتقدون. حتى المنظمات الإنسانية وجمعيات الإغاثة لم تلتفت نحوهم بالقدر الكافي لحاجات المدينة. فهذا المستشفى الوحيد في الزنتان لا يوحي بهويته إلا مشاهد الجرحى وملابس الأطباء مع قلتهم، بصالة عمليات واحدة وطبيبي جراحة تستقبل جرح المعارك يوميا. إمكانيات محدودة جدا جدا جدا، لازلنا نعاني من نقص شديد في المعدات الطبية، وما زلنا نعاني من نقص شديد في الأطباء المتخصصين في جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب. أطباء الجراحة 2 فقط الموجودين في المستشفى، حجرة العمليات حجرة واحدة بس للعمليات، وإذا كان في عدد جرحى كثير فإن احنا نخلو في الحالات الأولى فالأولى. والعلاج هنا ليس حكرا على الثوار، فهؤلاء هم جرحى الكتائب تركوا في أرض المعركة بعد أن دخل الثوار زاوية الباقول شرق الزنتان. يتقاسمون العلاج على قلته مع جرح الثوار كما تقول إدارة المستشفى. قدرة مدينة الزنتان على الصمود بوجه كتائب القذافي شرقي الجبل الغربي خففت العبء عن مدن وسط الجبل، ولذا فهي تعاني من ضغط الكتائب المستمر على أطرافها. منذ 17 من فبراير ومدينة الزنتان أعلنت ثورتها على نظام القذافي، وعلى أطرافها انكسرت الكتائب الأمنية أكثر من مرة، ولا زالت تحاول دخول المدينة لكن دون جدوى. الأهالي مرابطون وصامدون في منازلهم، لكن هذا لا ينفي حقيقة حاجتهم إلى معونات غذائية وطبية وتقصير المنظمات الإنسانية عن مد يد العون كما يقول أهل المدينة. عبد العظيم محمد، الجزيرة، الزنتان، الجبل الغربي.